السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فشاكم لاباس بخير. اليوم حبيت نشارك معكم شي، انا كي دايما كاين شي حاجة جديدة نحب نشاركها معكم. هذا كيت مان بلوتوث اش اس ميل، حاجة شينوا يعني، لقيتهم يبيعوا فيهم في السوق، حبيت نشاركها معكم. هذه لابواط تاعها كيما نشوفو، هو كيت مان رخيص بصح انا شريته 35، وانما هو مليح زعما مليح في السيارة، كيما نقولو تستعمله في السيارة، تحكي بيه، تكونيكتيه مع التليفون تحكي بيه، مليح زعما، يحكم لا شارج وكاع. نفتحو لابوات نشوفو المكونات مع بعض، ونشوفو طريقة التركيب تاعه، وما فيه لا حس لا زنزير لا والو، ديرها في ودنك وتحكي عادي. ونفتحو لابوات تاعنا ونشوفو واش فيه لداخل. إذا كي تفتح لاباط تلقى الكيتمان اللي يجي في الودن، تلقى كابل دو شارج، هذا كابل دو شارج تاعك، وتلقى الكيتمان تاعك. الكيتمان فيه قفلة واحدة بتشعله جاية من جهة تاع برا، يعني ما فيش لعبة تاع ديجيتال تريبوندي بيه، ولا لازم تريبوندي من التليفون، وانما تحكي بيها. انا واحد من الناس اني نحكي بيها، انا باش كنا يعني ديبلاسي بالسياره بزاف، وما نقدرش تقعد غير في التليفون، يعيطوا لك جماعه، ولا ما تقدرش تقعد غير في التليفون، انت لازم كيما نقولوا يكون عندك كيتمان بلوتوث، هكا تحكي اون ليفر. ما يجيش مع شارجر، يجي غير كابل يتشارجر، وتحكي بيه واحد ساعتين ولا. اما بالنسبه للطريقه التركيبه باش تاكتيفيه مع الاخر، هاي كيما نشوفو كيما هكا، تنفس على القفله، في قفله الفوق تنفس عليها، هو يشعل كيما هاك، هكذا راه يشارجي، وتروح للتليفون تاعك، تدخل للبلوتوث ودير تريشارجي اباراي كيما نشوفو كيما هاكا، راه يشارجي التليفون، يشارجي في الاباراي. دوك يطلع اش اس ميل، يطلع الاش اس ميل، هطلع انا نشوفه نحط فيه كونيكتي، وانا ما تعود سي الكاري كونيكتي عادي. دوك كونيكتي نورمال، دير كونيكسيون، يقول لك فوز اكسبتي من باش يدخل ريبرتوار يدخل لاخر، اكسبتي عادي، اكسبتي يتاسوسي مع الاخر، او يدير لك كيما هاك الفوق، يدير جوج نقطة حتى البلوتوث، وانت راه مأكتيفي وتقدر تحكي بيه، ولا البلوتوث تاعنا يقعد يسينيالي بالأزرق كيما نشوفو. هو سينيالي عادي، هاكا راه مكونيكتي، و إن فوا تنحيه ولا يدي كونيكتي وحده ديريكت. هذا فيما يخص الفيديو تاعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.